قضية مصرف الرافدين ما زلت أقرأ المئات والآلاف من الرسائل حول الحلقة اللي قدمتها على مصرف الرافدين، سواء بالقضايا التي تحصل في المصرف أو بقضية الكفيل. وسعادة المدير إلى الآن ما رجع لنا خبر بقضية الكفيل وليش صار الكفيل، أو ما رجعوا لنا ليش دا يصير هذا في مصرف الرافدين. ويبدو لي أكو كثير من الملاحظات على هذا المصرف، وأنا راح أبقى وتابع المصرف ووزارة التجارة إلى أن يأذن الله بأمر. يعني أكو قضية بمصرف بالرافدين، كان هنالك قرار لمجلس الإدارة أنه الشخص اللي عليه تحقيق تتوقف صرف استحقاقاته أو امتيازاته أو أرباحه لحين الانتهاء من التحقيق. الآن يبدو التحقيقات تشمل أكثر من 20-30% من موظفي المصرف. الكتاب المعروض أمامكم اللي هو بتوقيع السيد عبد الحسن جمال اللي هو مدير عام طبعا بالوكالة. سيد جمال يقول: إلحاقا بكتابنا العدد 69 في 7/10/21، ولعدم قانونية حجز المستحقات المالية قبل ثبات تقصير الموظف، تقرر العمل بما يلي: إطلاق المستحقات المالية المحجوزة مصرفنا، الحوافز، الراتب الإضافي، الأرباح لكافة موظفي مصرفنا المحالين إلى اللجان التحقيقية، لجان التضمين ما لم يثبت تقصير الموظف بشكل نهائي، إطلاق المستحقات المالية لكافة فروعنا المحجوزة بسبب شرط التلكؤ. أنا أريد أسأل باتجاهين بهاي القضية. أولا، إذا كان إحالة على التحقيق وإيقاف كان قد تم بقرار من المصرف، بمعنى تم بموافقة مجلس إدارة المصرف، قرار الرفع الحالي يا سيد عبد الحسين، هل هو قرار برفع وإعادة المستحقات اللي بعض من عتهم عليه بحدود 12 مليار؟ تريد أودي لك أسماء لو لا؟ هل هذا القرار تم بموافقة مجلس إدارة مصرف الرافدين؟ لو أنت اتخذت القرار، وإذا أنت اتخذت القرار القانون يسمح لك بهذا؟ هذا أولا. الشيء الثاني، بكتابك تقول الذين لم يثبت تقصيرهم، أنت عندك مدة محددة يلزمك بها القانون لما تحيل لك موظف أو موظفة إلى التحقيق وتوقف تخصيصات المالية، عندك وقت محدد لازم ينتهي التحقيق بالإدانة أو بالبراءة، لو على الله ويا بشيرة معالي المدير. ولذلك أكو ناس صارت 3 سنوات، وأكو 4 سنوات، وأكو 5 سنوات، وأكو ناس على التليفونات. افتينا بهاي القضية سيد عبد الحسين ورجع لنا خبر، وإذا ما راح ترجع خبر أنا راح أعرض كل الأسماء وراح أطالبك باسم القانون أنه ليش دولة ما انتهت تحقيقاتهم والمبالغ اللي بذمتهم مبالغ هواي. شنو اللي يصير بمصرف المستنصر أبو الوليد؟ تقدر تقول له أنا أحكيهن الأسبوع الجاي، أنا أسولف وياك بهذا الموضوع. بس أنا أقول حتى نقطع هذا، أنا وأنت نطلع على الهواء مباشرة، حس أنت تقبل ما تقبل، هاي أموال ناس، هاي أموال ناس. قضية أخرى